السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفنانة دلال عبد العزيز تكتب رسالة ورقية علشان تبعتها للفنان سمير غانم، رسالة مبكية ومحزنة جدا جدا، هتشوفيها معايا بخط الايد منها، وكمان تقرير طبي عن حالتها الصحية من الدكتور المعالج ليها، ومعايا كمان في بداية الفيديو خبر عن الفنانة ليلى طاهر، وكمان نبدأ الأول بنوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. حابة أوجه اعتذار لكل المتابعين المحترمين عن الخبر اللي نزلته عن ليلى طاهر، أنا مش السبب فيه. الإعلامي محمود سعد نزل الخبر على صفحته وقال إنها كان المفروض هتحضر معاه الجمعة الماضية في برنامج باب الخل، فلما اتصل بيها واتصل بالناس اللي حواليها فقالوا إنها مصابة بفيروس كورونا وإنها مش هتقدر تحضر الحلقة، علشان كده يعني بعد كده تداولت كل المواقع، اليوم السابع والوطن وكل المواقع هذا الخبر، وكتبوا نتمنى الشفاء ليها. دخلنا على الاخبار ديت وجبنا لحضراتكم خبر اصابتها بفيروس كورونا، ولكن تم تأكيد الخبر من المقربين ليها انها كانت مصابة بفيروس كورونا والحمد لله خفت منه، دلوقتي موجودة في البيت، وانها كانت بتتبع كل الاجراءات الاحترازية علشان ما تتصابش، وانها ما بتحضرش اي ندوات او اي حاجة خاصة بالوسط الفني علشان ما يكونش فيه احتكاك. طبعا مش العتب علينا، العتب ان احنا بننسى الجيل الماضي وما بنسألش عنه وما بنعرفوش الا بالصدفة، يعني لو ما كانش محمود سعد هيعمل معاه لقاء ما كناش عرفنا ان هي اتصابت بكورونا او خفت منها. بالمناسبة يا جماعة، انا من الناس اللي توقعت انها اعتزلت الفن والتمثيل، ولكن هي اعلنت طبعا في حوار تلفزيوني بعد طبعا الموضوع اللي انتشر عنها انها مستنية ورق مهم وورق حلو علشان يكون عودة قوية لتكملة مسيرتها الفنية. هي كمان قالت ان الادوار اللي بتتعرض عليها بتقلل من تاريخها ومن الموضوع المشوار الفني اللي هي قدمته. نتمنى ليها طبعا دوام الصحة والعافية، فنانة جميلة ورقيقة ومن احدى جميلات السينما المصرية. ندخل بقى على خبر سريع جدا تداولته كل الصحف، وهو الفنانة هالة صدقي ورسالة من زوجها لابنائه لما قال لهم ان هالة صدقي دي مش امكم. هاجم بقى سامي من جديد زوجته الفنانة هالة صدقي بعد رفعها دعوة قضائية عليه، وكتب على فيسبوك لاخر مرة بقول يا سامو ويا مريم، طبعا دول ولاده، هالة صدقي دي مش امكم، والحكم في قضية الدي ان ايه يوم 13/7 وكله هيتحول للطب الشرعي، وانا ساعتها مش هرحمك. طبعا الازمة بدأت بين هالة صدقي وزوجها طبعا بعد ما طالبت هالة صدقي باجراء بعد ما زوجها طالبها باجراء دي ان ايه البصمر والوراثية لابنائه بعد ان الخلافات زادت بينهم، وهو قال لهم ان هي يعني سرقت او اتأجرت او اخدت البويضات، ومش هي مش عندها بويضات او ما بتخلفش حاجات زي كده، اتأجرت يعني استأجرت بويضات الانجاب، مما ادى الى قيامها بمقاضاته امام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفلها. قررت محكمة الاسرة بقى بقصر النيل جلسة 13 يوليو للحكم في دعوة طبعا اللي هم رافعينها على بعض، ويعني وزوجها سامح سامي المبلغ اللي مطالب به 320,000 جنيه. نتمنى الدنيا تهدى بينهم لان الخلافات مستمرة دايما بين هالة صدقي وجوزها، مرة يقول انا بشكرك انت ام اولادي، ومرة يقول لها لا انت ما بتخلفيش وانت مش ام اولادي، بصراحة عيب قوي علشان خاطر عيالكو دلوقتي في مدارس وبيتعرضوا لمواقف سخيفة جدا، المفروض المشاكل دي تتلم بينها وبين بعض مش قدام السوشيال ميديا قدام الناس كلها، وهي تعمل حفل الطلاق وانا مبسوطة ان اتطلقت منك، وهو يرجع يهاجمها تاني يقول لها انت ولا ست ولا بتخلفي وحاجات كتيرة قوي مش حابين نتطرق ليها، ولكن طبعا بنتمنى ربنا يهدي الامور. معايا بقى الخبر اللي ناس كتير مهتمية بيه، وفعلا يعني يا جماعة ناس كتير مهتمية بدلال عبد العزيز، عشان كده احنا بنجيب اخبارها. اول خبر امامكو ان هو عندها تآكل في الرئة، ده طبعا من موقع اليوم السابع ومن موقع المصري اليوم، كل المواقع قالت انها بتعاني جدا، ولكن اللحظات اللي بتفوق فيها اول حاجة بتقولها واول حاجة بتطالب بيها انا عايزة اشوف سمير. طب مش احنا قلنا يا جماعة ان هي عرفت بوفاة سمير؟ للأسف يا جماعة تأكدنا من ايمي سمير غانم ان حالتها
خطيرة جدا وما بيسمحش ليها انها تعرف. والناس اللي كانت غلطت اللي هي الهام شاهين وقالت لها سمير غانم متوفى، رجعوا كذبوا الخبر تاني وقالوا لها هو في العناية المركزة وحالته ميؤوس منها وصعبة عشان كده ما بيقدرش يزورك. لكن الطبيب المعالج ليها اكد وقال انها بتعاني من تلف كبير في الرئة نتيجة اصابتها بفيروس كورونا، وبتحتاج لفترة طويلة جدا للعلاج علشان تعود رئتيها للعمل مرة اخرى نظرا لتأثرها الشديد، وطبعا انها بتعتمد على الاكسجين الخارجي عبر اجهزة السباب طبعا، والموضوع مؤثر جدا. وقال كمان انها كانت اتحسنت زي ما احنا برضو كنا قلنا خلال الاسبوع الماضي وتمكنت من الحركة داخل غرفتها، الا انها للأسف جالها انتكاسة مرة اخرى لحاجتها الشديدة للاكسجين الخارجي. الفنانة دلال عبد العزيز طلبت من الناس الموجودة في المستشفى انهم يجيبوا لها اوراق للكتابة، موضحة انها كتبت في ورقة من هذه الاوراق. طبعا الناس اللي موجودة معاها قالوا انها كتبت رسالة مؤثرة لزوجها الفنان سمير غانم التي لا تعرف او تعلم شيء بخبر وفاته حتى الان. وقالت المصادر طبعا في تصريحات لجريدة الوطن ان في الرسالة اللي هي كتبتها رسالة مؤثرة جدا، الا انها يعني بعد ما بتطلب رؤيته كتير جدا كل شوية تقول هو فين سمير عايزة اشوفه، وفهموها ان هو موجود في العناية المركزة. وكانت نص الرسالة اللي هي كتبته كما كالآتي اللي هتشوفوه دلوقتي معانا. طبعا ان هي كتبت ان اكثر ما يؤلمني ليس المرض ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض. كتبت هذا الكلام ان هي مصابة بفيروس كورونا وهو كمان مصاب بفيروس كورونا، وهي مش تعبها المرض اللي هي بتحس بيه، هي تعبها ان سمير غانم حاسس بنفس الوجع اللي هي حاسة بيه. فهي عرفت مدى شدة هذا الألم، فحاسة بسمير قد ايه بيتعذب من الوجع ده. هو ده اللي هي كتبته طبعا، وده بيأكد مدى شدة الترابط والحب بينهم. فنرجع نقول كلمة واحدة بس، الله يكون في عونها لما هتعرف بوفاة زوجها، الله يكون في عونها هتحس بإيه ساعتها. إذا كان هي مش مستحملة إنه يكون بيشعر بس بالمرض اللي هي بتحس بيه، هي دي الرسالة يا جماعة، إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض. ربنا يا رب يصبر قلبك ويجعلها لك كده لحظة سهلة لما تكتشفي وفاته، لان انا عارفة ان الموضوع هيكون مؤثر معاها جدا جدا. على الرغم يا جماعة هو المفروض تعرف، انا حاسة كده لان الوقت طول وكده كده هتعرف بدل ما يحصل لها انتكاسة شديدة جدا لما تخرج وما يقدروش يستحوذوا عليها. لكن حاليا وهي تحت الاجهزة ومع الاطباء ممكن يتداركوا الامر. رأيكم يهمنا في الموضوع ده؟ الطب النفسي قال المفروض تعرف، ولكن الطب البشري قال الأفضل إنها ما تعلمش أي شيء. نتمنى لها دوام الصحة والعافية، وإن شاء الله تعدي من الموضوع ده بخير. ادعوا لها كتير. بشكركم جدا متابعين الكرام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.